عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية القمة الثلاثية السابعة ما بين مصر وقبرص واليونان لمتابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وعقد زعماء مصر واليونان وقبرص مؤتمرا صحفيا النهاردة يوم الثلاث في قصر الاتحادية أعقاب القمة الثلاثية اللي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيتس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس. وقال الرئيس السيسي إن حالة الاضطراب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تمثل تهديدا أمام الفرص المتاحة أمام دول الإقليم وتحرم شعوبها من حق الحياة الآمنة وتعطلها عن اللحاق بركب التقدم والتنمية وخلق أزمات جديدة داخل مجتمعاتهم وتصدير تبعاتها لخارج المنطقة كالإرهاب والهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من جريمة منظمة والتجار بالبشر. أضاف السيسي أن الإرهاب ظاهرة دولية لا يمكن الربط ما بينها وما بين دين أو حضارة وتحتاج لمضاعفة الجهود الدولية لمواجهتها، وده من خلال صياغة تشريعات دولية ملزمة لمواجهة الآلة التي يستخدمها الإرهابيون للتأكيد على رسائلهم وقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال التكنولوجيات الحديثة ومنها منصات التواصل الاجتماعي التي تنشر أفكارها وتجند من خلالها الشباب وتجريم ما توفره بعض الدول لدعم مادي والسماح بنقل المقاتلين الأجانب عبر أراضيها لزعزعة استقرار الدول الأخرى. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن القمة تناولت قضية الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من مسببات ونتائج وسبل كذلك معالجتها، وأخذ في الاعتبار الفروق الديموغرافية ما بين شعوب المنطقة واحتياجات سوق العمل الأوروبية. شدد الرئيس على ضرورة التوصل لحل سياسي شامل في ليبيا لأنه هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، مع ضرورة المعالجة الشاملة لجذور الأزمة الليبية بالإضافة للمواجهة الحاسمة للتدخلات الخارجية التي تدعم الميليشيات. ذكر السيسي أن القمة ناقشت التطورات السورية وتم التأكيد على جهود المبعوث الأممي في سوريا وصولا للتسوية السياسية المنشودة، مع الرفض التام لمحاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية أو فرض الأمر الواقع الجديد في المنطقة بما يعد انتهاكا للأعراف وللقوانين الدولية. أكد الرئيس السيسي على أن القضية الفلسطينية لا تزال بوصلة القضايا بالشرق الأوسط، مضيفا أنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة. من جانبه قال الرئيس القبرصي إن آلية التعاون الإقليمي ما بين مصر واليونان وقبرص تهدف لتحقيق رؤية من أجل إحلال السلام والاستقرار داخل المنطقة وبشكل أوسع، مشيرا إلى أن الاجتماع الثلاثي يأتي في ظل تطورات المنطقة. وشن الرئيس القبرصي هجوما لاذعا ضد النظام التركي واصفا لجوء الأخير للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه القبرصية بالتصرفات غير المقبولة تماما، مؤكدا أن التصرفات الأحادية من جانب تركيا تشكل تهديدا لاستقرار الأمن والسلام في منطقة شرق المتوسط. قال الرئيس القبرصي هذه التصرفات هي الاعتداء الصارخ الواضح على الحقوق القبرصية وعلى القانون الدولي أيضا، ونحن بصدد استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة لوقف الاعتداءات التركية لضمان عدم وجود عرقلة لتحقيق السيادة القبرصية. من جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني أن مصر بمثابة المانع لتدفق المزيد من المهاجرين في الخارج، حيث تستضيف مصر 5 ملايين من المهاجرين داخل أراضيها وتواجه شبكات التهريب دون أن تطلب أي مقابل على هذا العمل. وتابع قمنا بإدانة التصرفات غير الشرعية لتركيا في منطقة المياه الإقليمية في قبرص وهو اعتداء على القانون الدولي، كما أكدنا الإدانة للاستفزاز التركي الذي لا يتوائم مع القانون ومبادئ حسن الجوار، وتركيا تواصل التصرفات غير المقبولة. نستمع لهذا الجزء من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة. السيدات والسادة، لقد استعرضنا اليوم مختلف أوجه التعاون بين مصر وكل من قبرص واليونان وكذلك التطورات الخاصة بمشروعات التعاون الثلاثي لما لها من دور تكميلي في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين دولنا الثلاث. وأكدنا أهمية الاستمرار في التشاور المنتظم والتنسيق الوثيق على الصعيدين السياسي والاستراتيجي والعمل على الارتقاء بالتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة وتكثيف التفاعلات البرلمانية والشعبية
والثقافية بين دولنا، كما أكدنا أهمية تعزيز التنسيق بيننا في مختلف أطر التعاون التي تجمعنا، خاصة منتدى غاز شرق المتوسط. وفي هذا السياق أرحب بالتوقيع على عدد من الوثائق والبرامج التنفيذية بين مصر وقبرص واليونان في مجال الترويج للاستثمار للأعوام من 2019 إلى 2021، وكذا التوقيع على اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وقبرص. السيدات والسادة، لقد أكدنا كذلك أن حالة الاضطراب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تمثل تهديدا للفرص المتاحة أمام دول الإقليم، وتحرم شعوبها من أهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة الآمنة، فضلا عن تعطيل تلك الشعوب عن اللحاق برغبة التقدم والتنمية وخلق أزمات جديدة في مجتمعاتهم وتصدير تبعاتها إلى خارج المنطقة، مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من جريمة منظمة وإتجار بالبشر. وجددنا تأكيد أن الإرهاب ظاهرة دولية لا يمكن الربط بينها وبين دين أو حضارة، وتحتاج إلى مضاعفة الجهود الدولية المبذولة لمواجهتها. كان هذا جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في هذه القمة الثلاثية. الحقيقة قبل ما نبدأ في تفاصيل ما جاء في الكلمات بهذه القمة من الأطراف الثلاثة، القضية الفلسطينية لا تزال بوصلة القضايا بالشرق الأوسط، ده كان تأكيد الرئيس السيسي في هذه الكلمة. وسط كل المتغيرات، وسط كل التحديات، الظروف اللي بتحيط بمصر والدول العربية، تبقى القضية الفلسطينية دائما في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي محفل دبلوماسي عالمي، وأيضا في أي مؤتمر أو قمة تستضيفها مصر، وهي رسالة بتؤكد عليها مصر دائما لعدم لفت الانتباه مهما كانت الظروف التي تحيط بالمنطقة عن القضية الفلسطينية وعن حق الشعب الفلسطيني على الحصول لكافة حقوقه. معنا على الهاتف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك سعادة السفير. أهلا بك. سعادة السفير، القمة الثلاثية فندم كيف تراها؟ يعني واحدة من أهم آليات توجهات تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة، آلية للعام السابع على التوالي بتعقد قمتها، دلالة على أنها آلية نافعة وأنها آلية ضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار، سواء لتحقيق منافع للبلدان الثلاث من خلال مشروعات تنموية تم الاتفاق عليها، وتم تأسيس لهذه القمة من خلال سكرتارية اختيرت نيقوسية في قمة كريت السادسة مقرا لها، كما اختيرت القاهرة من قبل مقرا لمنتدى غاز شرق المتوسط. هذه الآلية هي إطار من أطر التواصل مع دول المتوسط ومع الدول الأوروبية من خلال هذا الإطار، أو من خلال مصر عبر القارة الإفريقية، وبالتالي هي ذات منفعة متبادلة للجانبين، بالإضافة لأن القادة الثلاث سواء في كلماتهم أثناء المؤتمر الصحفي أو في الإعلان المشترك أو في كلمة السيد الرئيس كان هناك إجماع على تناول القضايا الهامة التي تمر بها المنطقة، على رأسها قضية الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وما أكده السيد الرئيس من عدم ارتباط الإرهاب بدين معين، ولكن هناك أيضا إجماع من القادة الثلاث على أن هناك دول بعينها في المنطقة تدعم وتساند لوجستيا وتنقل الجماعات الإرهابية من منطقة عمليات أو من مسرح عمليات لآخر، وأظن الإشارة واضحة إلى تركيا ودول مثل قطر. إضافة إلى ذلك هناك أيضا إشارة واضحة لهؤلاء الداعمين للإرهاب في ليبيا، وهناك المعتدين أيضا على الأراضي السورية، فأكدوا حرصهم على أمن والسلامة الإقليمية لسوريا، وإدانة أي محاولة تركية لإقامة مناطق آمنة في الشريط الحدودي، بالإضافة لدعمها للميليشيات الإرهابية في إدلب. ويبدو أيضا أن تركيا جاء ذكرها عند الحديث عن التحرشات والإجراءات الأحادية للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط في المياه الإقليمية الأرض القبرصية بالمخالفة للقانون الدولي وقانون البحار. وبالتالي أظن أن هذه القمة قدمت إسنادا دبلوماسيا هاما أيضا للقضية القبرصية من خلال ما ورد في الإعلان المشترك، بالإضافة لدعم ومساندة الموقف المصري بشكل
بشأن سد النهضة عندما دعا القادة الثلاث أيضا للتمسك بالشرعية وبالقانون الدولي ممثلا في الاتفاق الثلاثي الذي وقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم عام 2015. كل هذه القضايا كانت محلا لاتفاق القادة الثلاث. فبالإضافة للملف الثنائي هناك ملفا إقليميا هاما وملفا يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار، أي أننا أمام مشهد تثبت فيه الآلية الثلاثية للمرة السابعة على التوالي جدارتها بتمثيل ثلاثة من الدول أصحاب الحضارة الداعين للأمن والاستقرار في مجابهة هؤلاء الداعين للتفرقة والتقسيم والذين ذكر عنهم السيد الرئيس اليوم أنهم أضروا بشعوب المنطقة وبأملهم في التنمية وفي استقرار الأوضاع مما زاد من انتشار الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتأثر دول أخرى. ولكنه دعا أيضا لتحقيق التكامل بين الإمكانيات الديموغرافية أي السكانية في البلدان العربية والإفريقية وما تحتاج أوروبا من عمالة أي من هجرة شرعية أي دعم ومساندة خطط التنمية في تلك البلدان من خلال دعمها بقدرات شابة مدربة من دول حوض البحر المتوسط سعادة السفير أو المنطقة العربية. تنقيب تركيا عن الغاز ومواصلة هذا النشاط في التنقيب ووصول بواخر تركيا للتنقيب، يعني كيف ترى الموقف بعد هذه القمة بعد تحذيرات بوقف الأعمال الاستفزازية التركية بعد تحذيرات أيضا لا ننساها من قادة الاتحاد الأوروبي لتركيا بأنها ستتدخل إذا لم تلتزم تركيا بالقوانين وأوقفت عمليات الحفر للتنقيب؟ الرسالة اللي قدمها منتدى غير شرق المتوسط هي أنه من خلال القانون الدولي وترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية وهو حق لكل الدول، يمكن لكل الدول الانتفاع بما لديها من ثروات ليست عن طريق فرض الإيرادات والتحرش بدول الجوار والتوغل في المياه الإقليمية لقبرص، يكون الأمر من خلال الانتماء لأسرة القانون الدولي ومن خلال البحث الآمن في مياهك الإقليمية وفي التعاون مع دول المنطقة لترسيم الحدود. خلاف ذلك أنت عكس التاريخ وعكس القانون الدولي وعكس الجوار الأوروبي الذي لن يقبل أن يستمر هذا الوضع ولن يقبل أن تتحرش تركيا بالدول شرق المتوسط خاصة بقبرص، وأن الإجراءات التركية الأحادية هي التي جاءت بتركيا الآن ضمن كل مناطق النزاعات. عندما تمت الإشارة إلى سوريا تمت الإشارة إلى تركيا، عندما تمت الإشارة إلى ليبيا تمت الإشارة إلى تركيا، عندما تمت الإشارة إلى ثروات شرق المتوسط تمت الإشارة إلى تركيا، عندما تمت الإشارة إلى الإرهاب تمت الإشارة إلى تركيا. أظن الرسالة الأوضح الآن أمام العالم أن الذين يستخدمون الإرهاب لتحقيق أغراض سياسية وينقلون الإرهابيين عبر الحدود ودعمهم لوجستيا وإعلاميا وماديا بل يعالجونهم في مستشفياتهم ويتبنونهم في مدن مثل إدلب ويحاولون الاستيلاء على أراضي الغير كما هو الحال في الشمال السوري، كلها أمور تجعل من تركيا فعلا أمة ضحية قيادة هي خارج سياق التاريخ. وبالتالي أنا أتصور أن الضغوط الدولية ستزايد على تركيا، ونجد الآن الموقف الأمريكي هو موقف أيضا يتهم تركيا بتصرفات تضر بأمن واستقرار المنطقة، وأنا أعتقد أننا أمام مرحلة ستشهد فيها تركيا بالفعل يعني مواجهة مع المجتمع الدولي ليس فقط مع الولايات المتحدة أو جوارها المباشر في أوروبا أو في جيرانها الإقليميين في المنطقة العربية الذين وصف السيد الرئيس هذه التدخلات بأنها تقود لاضطرابات تؤثر على أمن واستقرار المنطقة، تقود إلى اضطرابات حالة دون تحقيق شعوب المنطقة للآمال الطموحة من أجل التنمية بسبب هذه التصرفات السياسية والاستخدام المسيء للإرهاب ضد أبناء المنطقة وضد حقوق المنطقة وضد الأمن القومي العربي. وبالتالي أنا أظن أن محاصرة الموضوع